اسقاط في علم النفس ان انت اللي جواك تتهم به الاخرين، ده الاسقاط. اللي انت بتمارسه تسقطه على الاخرين، ده علم النفس. في ادق واهم نظريات علم النفس الاسقاط، اللي فيك بتقدر تتهم به غيرك، تتهم الاخرين بسلبياتك انت. عشان كده كلام ميدو كان مهم جدا، احمد حسام ميدو للاستاذ عمرو اديب، عن مين اللي بيستخدم السحر بالظبط. استدعاني رئيس النادي واحنا كسبانين 4 ماتشات، رئيس النادي قبل مباراه سموحه ب 72 ساعه انا وحازم، وقعدنا معاه مع مرتضى منصور في بيته، وطلب منا طلب انا عمري ما شفته ولا سمعت عنه في كره القدم. ايه الطلب ده؟ من فضلك كابتن ميدو ما تلعبش باسم مرسي وكهربا الماتش الجاي عشان ما اعمل لهم عمل وهيتفك الاسبوع اللي جاي. لا لا لا، دي واحده قول تاني زي ما بقول لك يا عم. لا قول تاني، ما تلعبش باسم مرسي وكهربا الاسبوع الماتش سموحه عشان ما اعمل لهم عمل وهيتفك الاسبوع اللي جاي. فبصيت لحازم مش مصدق، انا رئيس نادي الزمالك بيقول لي ما لعبش لعيبه عشان خاطر اعمال، انا الكلام ده سمعت يعني سمعت ان هو بي 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 بيتداول وبيحصل، وان الراجل بيفكر بهذا الشكل، وان هو مؤمن فعلا بان الشيوخ مرتضى، لو الشيوخ بتكسب في الكوره وان انت راجل فاكر ان انت الناس كلها بتعمل سحر للفرقه وللناس كلها، فانت بتمنع السحر بتمنع الاذى زي ما انت بتطلع تقول، ده مش موجود في الكوره. لان انت لما بتعمل كده يا عمرو بتخلي اللعيبه تركز في الموضوع ده. احنا معمول لي عمل ده مش هجيبه جوانا، انت فاهمني؟ فالموضوع برضو انت طلعت قلت ان ايه، ان ميدو بيقول ان الزمالك كسب بالسحر والشعوذه. ما تتلعبش بالكلام انت وعيالك، انا ما قلتش ان الزمالك كسب بالسحر والشعوذه، انا الوحيد اللي كنت بدافع عن حقوق الزمالك قدام الاهلاويه كلهم لمده 8 9 سنين، اللي كان عندي الشجاعه ان انا اطلع اقول الزمالك كسب بطولاته كلها بعرق ولاده. لكن انت من ادخلت على نادي الزمالك هذا الفكر وهذا الاعتقاد. وميدو اكد على هذا الكلام مره اخرى في قناه الحياه. اتفضل نسمع ميدو. وعايز اقول لك معلومه ثانيه يا سيف، والصور معايا وموجوده، ان نادي الزمالك السنه اللي فاتت كلها بالكامل للاسف، ان انا بقول كده على بيتي، كان شغال بالشيوخ، وان كان في شيخ بيتواجد مع نادي الزمالك في كل المباريات وبيركب معاهم الاتوبيس وبيحضر معاهم المباريات، والصور موجوده معايا، وكان بيتقاضى 7000 جنيه في المباراه. شيخ متواجد بيعمل سحر وشعوذه، وباكد لك مره ثانيه ان الصور معايا. طيب هو الشيخ ده كان بياخد 3000 جنيه، ده سعره 3000 جنيه، ده ادار ملعاه. لا الشيخ انت ما عرفتش تجيب لنا شيخ زي كده؟ ما عرفتش تتفاوض مع شيخ من دول؟ مش محتاجين يا ابراهيم. طب الشيخ ب 7000 في الماتش. يعني ميدو بيقول من واقع التجربه، وهو صحيح صحيح الراجل يركب معاهم العربيه والتشكيل يتاخد كده، هي دي المشكلة. ويبدو ان الاستاذ مرتضى مقتنع، الله اعلم بقى بهذا الكلام. شوف هو يعني يا جماعة، بعيدا بجد عن كل ده، للي عايز برضو يمارس اي دور من المسؤولية تجاه العقل الجمعي بتاع الجمهور الكورة، لان احنا لو في جمهور صغير في السن ومستوى تفكيره ومستوى تعليمه ما يقدرش يفصل بين هذه الامور وفعلا يقدر يفرز، لا احنا بنمارس جريمه حقيقيه على العقل الجمعي والوعي العام. ان احنا بنقول لجمهور الكره ان ده موجود، وبنقول لجمهور الرياضه انه حتى الطالب اللي بيجتهد لا تقدر تشيل حجابه وتعمل عمل، وتقدر مش عارف تعتمد على ايه علشان تنجح. احنا بنصدر ثقافه وبنشكل وعي بطريقه فيها نوع من لا دي هتخلق من نوع جديد. لا نوع جديد من الناس اللي هيستفيدوا منها. يعني انا لما اجي لك في الثانويه العامه اقول لك هجيب لك الامتحان وخلاص بقى بنصدق. ما هو الكوره اذا كان الكوره فيها سحر في كل حاجه بقى، هجيب لك انا الامتحان. كم واحد يقدر انجحك؟ كم واحد يقدر
ينصب بكده، ينصب بكده. اه مش كده؟ اه لا، شيوع ثقافه بهذا الشكل في مجتمع، ودايما بناكد على ده، مجتمع الرياضه ومجتمع الكوره مجتمع شعبي في كل المستويات علميا وعمريا، فبالتالي التعامل معاه بهذا القدر من الاستهانه بقيمه العقل وقيمه العلم وصحيح الدين، لا في مشكله كبيره، في مشكله كبيره بجد لازم أن ننتبه ليها في الوعي العام، في الحفاظ على قيم المجتمع، في الحفاظ على حق المجتمع في النهوض، في الحفاظ على حق المجتهد، في الحفاظ على صوره مصر نفسها. لازم اتهمه ان هو حق المجتهد، حق العمل، حق الاجتهاد، حق الاخلاص. ايه ده؟ فسيبكم من كل الكلام الخاص بالكره وغيره، دي جريمه اعتداء بجد على العقل العام، على الوعي العام، على قيم المجتمع والمستوى العام لمصر. اتمنى رياضيا لا نعبث بهذا الامر مع الجماهير لهذا الحد، لكن فكره ان انا افسر ضياع فرص على انه شبكه مقفوله او عمل سفلي او النادي المنافس بيلجا لده او ان عنده شيخ، ده كلام غريب جدا، لانه لو حبينا نعمل متابعه للفرص الغريبه العجيبه اللي بتضيع في ملاعب الكوره، لا هنكتشف ان عفركوش ده موجود في ملاعب الدنيا كلها، وانه مش بس زي ما الاستاذ فرج عامر كان قال لك افريقيا كانت خدت كاس العالم، كانت كل الفرق الافريقيه كسرت الدنيا، كانت اوروبا ما شافتش قدامها ما دام هي شغاله بالعلم وبالعقل، وافريقيا تسود بالفنكوش بتاعها والاسحار بتاعتها.